Hi, I'm Islam Awaishi from Al Bashair Typical Academy. Today we are going to talk about the passive voice, answer the questions from activity book. اليوم راح نكمل على قاعدة ال passive voice وراح نحل الأسئلة من ال activity book. ال activity book معناها الكتاب الغير ملون، غير ملون. راح نروح على page number 49، راح نروح على صفحة 49. إذا نفتح الكتاب على الأكتيفيتي بوك، الكتاب الغير ملون، page number 49، صفحة 49. رح نحل اليوم إن شاء الله question number 3. شو معنى question number 3؟ السؤال الثالث بيحكي على grammar، القاعدة. Complete the sentences in present simple passive. طلع شو بيحكي لك؟ بال present simple passive يعني المضارع البسيط بالباسيف فويس اللي هو مبني للمجهول. use the verbs in a bracket، تستخدم الكلمات او الافعال بين الاقواس. كل المطلوب منك تحدد الفاعل اذا كان مفرد او جمع. اذا كان مفرد بدي احط is وامسك الفعل بين الاقواس احوله للتصريف الثالث. اذا بدي احط يا is يا am يا are وامسك الفعل واحوله للتصريف الثالث، هذا هو كل المطلوب. نمبر 1، guests space to the hotel by helicopter. guests it means الضيوف، في عندها اخرتها s الجمع اللي هي شمالها هون، اذا هي جمع plural. اذا ايش راح تاخذ؟ راح تاخذ r. وشو التصريف الثالث من take؟ تتصير taken. اذا صارت guests are taken to the hotel by helicopter. فهمت علي؟ اذا بطلع على الفاعل اذا مفرد او جمع، بدي احط is او am او are، امسك الفعل بين الاقواس احوله للتصريف الثاني. The second one. French هو الفرنسية. دائما بنحكي اللغات languages اللي هي uncountable noun، هي الأسماء غير معدودة. شو بدها تأخذ؟ بدها تأخذ as. إذا دائما اللغات هي راح تأخذ هي uncountable noun، اسم غير معدود، ودائما بيأخذ هو singular، إذا هو مفرد اللي هو as. speak شو التصريف الثالث من speak؟ هي تصير speak spoke. شو التصريف الثالث؟ spoken. صارت French is spoken. okay in some countries in Africa، يعني هو إنه الفرنسية تتحدث في in some countries، في بعض الدول في إفريقيا. إذا French اللي هي singular مفرد أخذت is، والتصريف الثالث من speak spoken. number 3، this building هذا المبنى، مبنى واحد. okay this building معناها هذا المبنى. شو يأخذ؟ is. عندي بين الأقواس between the brackets اللي هي regard. regard معناها يعتبر. شو التصريف الثالث من regard؟ اللي هي regular verbs من الأفعال المنتظمة، وراح تصير regarded. إذن بس بدي أضيف لها regarded، بس بدي أضيف لها إيدي. إذن this building هي singular أخذت the is، regard اللي هي regular verb فعل منتظم يقبل الإيدي صارت is regarded. okay so this building is regarded as a masterpiece. masterpiece معناها بيجي يا إما تحفة أو عمل فني مميز. okay إنه هذا المبنى هو يعتبر كعمل فني مميز أو كتحفة. number 4، number 4 all the rooms. طلع كل الغرف، عندي آخر إشي هي S الجمع، إذا شو بتاخذ؟ بتاخذ are. وأنا حكيت لك هنا بس بستخدم is am are لأنه فوق شو بيحكي لك؟ هو ال present simple passive اللي هو المبني المجهول في حالة ال present simple، في حالة المضارع البسيط. إذا all the rooms هي إيش بتاخذ؟ are. طيب صارت. وequip اللي هي معناها الإكويب يزود، والتصريف الثالث منها كمان هون regular verb، إيش بدها تصير؟ equipped. لكن بدي أعمل شغلة إنه آخره هي عندي consonant حرف ساكن وقبله vowel حرف علة، إيش بدي أعمل؟ بدي أضعف الحرف الأخير وأضيف إيدي. أوكي؟ إذا كان الحرف الأخير consonant حرف ساكن وقبله هو vowel حرف علة، إذا شو بدي أعمل بالحرف الأخير؟ أضعف وأزيد إيدي. صارت all the rooms are equipped with a latest technology، يعني كل الغرف مزودة بآخر التكنولوجيا. number 4،
This sorry sculptures. This sculptures واحدة هي. هذا النحات واحد بس واحد. إذا هو شو بده يأخذ singular إيش بده يأخذ هي is. Described شو تصريف التالت من describe اللي هي described نفس الإشي بدها تكون هو regular verb. هي بس ضفت لها دي حرف الدي ليش؟ لأنه أخريتها إي موجود الإي ما بقدر أحط كمان إي بعدين دي خلص. إذا وجد الإي بس بضيف عليها حرف الدي. سارة this sculptures is described as a symbol of the city and guide box. Simple حكينا معناها رمز. Number 6. Many places around the world. طلع. Many places around the world. أنا هون ما بحكي عن الورد العالم بس واحد وبحط له إز. لا. أنا بحكي على many places. العديد من الأماكن in the world في العالم. كثير كنت أجيب لك بالامتحانات هيك نفس الإشي اللي هي the numbers. الأرقام in the accident اللي هي الأرقام في الحادث. أنا ما بحكي عن الحادث بحكي وين الأرقام أو بحكي لك the box of all books on the shelf كل الكتب في الرف الواحد. أنا ما بحكي عن الرف أنا بحكي عن الكتب اللي في الرف. وهون نفس الإشي أنا قاعدة بحكي على many places العديد من الأماكن وين around the world حول العالم. إذن هون إيش هي؟ هي بجمع شو بتاخذ؟ بتاخذ R. Construct هي التصريف الثالث منها constructed. Construct سوري هون يو تد هاي يو construct constructed هي regular verb فعل منتظم. From marble marble معناها رخام. Many places around the world العديد من الأماكن حول العالم. Constructed هي مبنية from marble مبنية من الرخام. The last one الهامبرا بالاس. أنا بحكي عن الهامبرا بالاس اللي هو قصر الحمرة هو واحد singular. إذن هو رح يأخذ is. الهامبرا بالاس is considered اللي هي تعتبر شو التصريف الثالث منها considered اللي هي أصلا كمان regular verb. Okay. صارت الهامبرا بالاس is considered an important tourist attraction in Spain because of its rich Islamic history. عشان هو التاريخ الإسلامي الغني فيها. طبعا هاي رح نحكيها بشكل مفصل على الهامبرا بالاس. إذا this is a question number 3 from activity book page number 49. خلينا ننتقل مع بعض على نفس الكتاب اللي بس رح نضلنا بس بالاكتيفيتي بوك. نروح على الاكتيفيتي بوك بيج نمبر 50 على الصفحة 50. بدي question number 5 هو سؤال كتير مهم بالنسبة لإلي. It's very important. بحكي لك question number 5 طبعا علمتك عليه لما كنت أعطيك الهومور كيف نحله. بحكي لك rewrite the sentences in present simple passive include by ethnicity. بحكي لك أعد كتابة هذا الجمل. هذا كتير مهم لإلي إنه هو إعادة كتابة الجملة. يعني بنحول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. هون محدد لك إن present simple passive. طبعا أنا بالامتحان ما رح أحدد كان معروف إذا ما في عندي فعل مساعد بدي أحط is أو am أو are أو was أو were. بحط is أم أو am أو are إذا كان الفعل يا إما base form فعل مجرد أو plus us أو es إذا كان الفعل مجرد أو مضاف له us أو es. أما إذا كان verb 2 الفعل التصريف تاني بدي أحط هو was أو were plus verb 3. أوكي؟ وحكينا عن حالة البي والبن والبينج متى بستخدمهم. البي في حالة المودلز وهيلبينج فيرب وذ تو. حكينا في حالة المودلز وهيلبينج فيرب وذ تو بدي أحط البي بعديها فيرب 3. إذا كان عندي have أو has plus verb 3 بدي أحط بن. إذا كان عندي is, am, are, was, were, plus verb with ing بدي أحط being. هاي حكيناهم كل الحالات. هنا بس محدد لك على present simple passive عن المبني للمجهول في حالة المضارع البسيط. حكي المبني للمجهول في حالة المضارع البسيط كيف بدي أحولها. أول شيء بدي أمسك المفعول به أحطه بالأول بناء عليه بدي أحط is أو am أو are. بدل ما أمسك الفعل بحوله للتصريف الثالث فقط. هنا أصلا حاطلي
المفعول به. يعني مثلا شوفي الأولى people ride bicycles in China. أهم إشي إنك تحدد كل إشي. مثلا people اللي هي subject الفاعل, ride اللي هي شمالها فعل, bicycles اللي هي الobject, in China اللي هي complement تبعت الجملة. شو هو الobject هون؟ اللي هو bicycles الدراجات. طيب الدراجات مفرد ولا جمع؟ اللي هي جمع. شو أخذت؟ أخذت R. التصريف الثالث من ride صارت ridden وبتعمل لي complement اللي هي in China ممكن تقدر تحكي by people. أنا ما بفضل by بالمرة, ما بحبها يعني بالpassive voice أصلا. إن وجدت أو ما وجدت واحد صارت bicycles are ridden in China or bicycles are ridden in China by people. التنتين صح 100%. دائما إذا بدي أحط الفاعل بحط by, من عندي بعديها بحط السبجكت. نمبر 2, ركز على نمبر 2. They make helicopters in the USA. نبلش لي بالهليكوبترز, طلع المفعول به. طيب الهليكوبترز مفرد ولا جمع؟ اللي هي جمع. شو بدها تاخذ؟ صارت تاخذ ار. طيب صارت الهليكوبترز ار. شو التصريف الثاني من ميك؟ ميد. والتصريف الثالث ميد, صارت هليكوبترز ار ميد. تعمل كومبلمنت للجمله in the USA. اوكي, اذا سهله اصلا. معطيك الاوبجكت مفعول به, بناء على بدك تحط از او ار. اوكي, بعدين بمسك الفعل وبحوله للتصريف الثالث وبعمل كومبلمنت للجمله, واذا بدي بحط باي بلس السبجكت. نمبر 3, بيبل طلع هون نيجاتيف, dont speak english only in the UK. English طلع هيها محطوطه الاوبجكت. ايش تاخذ الانجليش؟ حكيت لك اللغات, اللانجوجز دائما هي uncountable noun, اسم غير معدود, ودائما الاسماء الغير معدوده تعامل معامله المفرد. في الانجليش شو راح ياخذ؟ راح ياخذ is. طب عندي فوق don't, اذا شو راح تصير تحت؟ isn't. يعني اذا كان عندي فوق نفي تحت شو لازم يكون عندي؟ نفي. بس ما تحكي لي انه فوق don't ليش هون حطيت isn't, لازم احط aren't. انا ما لي دخل باللي فوق, ما لي دخل هناك, حسب الفاعل. هون انا ايش راح احط؟ حسب الاوبجكت, حسب المفعول به. صارت انجلش اللي هي isn't. طب شو التصريف الثالث من speak؟ speak spoke spoken. انا ايش بدي اياها؟ بدي التصريف الثالث. صارت انجلش isn't spoken only in the UK, only in the UK. هاي هي كل الجمله. نمبر 4, a chauffeur usually drives a limousine. شوفر اللي هو واحد, ايش هو الشوفر؟ يعني اللي بسوق, السائق, نفس الدرايفر يعني. usually drives عادة بسوق الليموزين, بسوق اللي هي سيارة الليموزين. طيب بلش لي بالobject اللي هي a limousine. limousine هي singular مفرد, شو تاخذ؟ تاخذ as. طيب لمزين از, حتى الادفيرب فوق, اذا في عندي الادفيرب اللي هي ظروف التكرار فوق عادي بنزلها زي ما هي. صارت از يوجوالي, يعني اي شيء في عندي ظروف تكرار فوق عادي لو نزلتها ما عندي اي مشكله. صارت لمزين از يوجوالي درايف. شو التصريف الثالث من درايفز؟ اللي هي درايف, دروف, درايفن. طيب صارت a chauffeur is usually driving a limousine, sorry, is usually driving. بقدر احط by chauffeur, بواسطة الشوفير. انا حكيت لك السبجكت ما تحطه بالباسيف فويس, اريح لراسك انه في احيانا بدي احول الفاعل لاشياء ثانية زي we مثلا, تحولها لأس, خلص مو ضروري اصلا نحط الفاعل. نمبر 5, visitors take a lot of photos. اوكي, visitors اللي هم عند الزوار, take بالتقطوا, a lot of photos معناها الكثير من الصور. بلش لي بالobject اللي هي a lot of photos, الكثير من الصور هي جمع. اذا ايش بدي احط؟ بدي احط are. صارت a lot of photos are take. شو التصريف الثالث من take؟ take, talk, taken. صارت a lot of photos are taken by visitors, بواسطة الفيزيتورز, الزوار. نمبر 6, ركز لي على 6 و 4. اوكي,
Do they use computers at school؟ هل هم يستخدموا الكمبيوترز في at school في المدرسة؟ شو عندي آخر إشي؟ عندي question mark. هون أسهل. هون أصلاً بيكون نبلش بالobject ال are computers. ليش؟ لأنه عندي آخر إشي علامة سؤال. صارت are computers. خلص هم حاطين الإز أو الآر. أنا إيش بضل علي؟ بضل علي بس أحول الفعل إلى التصريف الثالث. وين الفعل؟ هي use. صارت Are computer used at your school? إذن بس بدي أحط used و at your school. Question mark. إذن سهلة. ركز علي. بيكون passive voice في حالة السؤال. بدك تبلش ب is أو ال are plus object. يعني بيكون حاط لك are computers. أوكي. وانت بس بدك تمسك الفعل اللي تحوله للتصريف الثالث تعمل كومبلمنت للجمله صارت ار كمبيوترز يوزد ار يوز ات يور سكول. نمبر 7 دو اركتكت ديزاين بيلدينج. اركتكتس معناها هم مهندسين المعماريين. هل المهندس المعماري هو بيعمل ديزاين؟ هون الفعل ديزاين بيلدينجز المباني صارت ار بيلدينجز. طلع هون كمان سؤال بلش بي ار بيلدينجز. شو بدي اعمل؟ بس بدي امسك الفعل واحوله للتصريف الثالث ديزاين. شو بدي شو التصريف الثالث من ديزاين؟ اللي هي ديزاين لانه هو ريجولار فيرب. وتحط اخر اشي كويستشن مارك. سوري كويستشن مارك. ذا لاست وان ذا دكتور تريتس بيشنت ان هوسبيتال. اللي هم الدكتور هو الطبيب بيعالج المرضى ان هوسبيتال في المستشفى. طب عندي مبلش بالpatients اللي هم مين؟ المرضى. هي شو مالها plural اللي هو جمع. شو ده تأخذ؟ تأخذ R. طلع هون ما في عندي علامة سؤال لأنه مش سؤال. مو مبلش في فوق ب yes or no question يعني do أو كذا. صارت R patient R. شو التصريف الثالث من treats اللي هي treated. صارت patient R treated in hospital. تقدر تحكي by doctors. Now we are going to the page number 53. هلا بنروح على صفحة 53 في نفس الكتاب اللي هو الactivity book الكتاب الغير ملون page number 53. بدنا نروح على صفحة 53. رحنا على question number 3 هو السؤال الثالث. السؤال الثالث بيحكي use the words to write sentences in the past simple passive. طلع هون شو بده؟ بده الباست سيمبل باسيف يعني المبني المجهول في حالة الباست الماضي. شو الفرق؟ هناك is am are في البريزنت. الباست هي was أو were. بمسك الفعل بحوله للتصريف الثالث. طيب Parthenon built by the ancient Greeks اللي هي Parthenon هو built by the ancient Greeks هي انبنى من خلال ancient Greeks اللي هو اليونانيين القدامى. هون بس مكان السلاش بدي احط يا واز يا وير والفعل اللي بعديه بدي احوله للتصريف الثالث. محلول الاولى اللي هي صار the Parthenon was built by the ancient Greeks. سهله. نمبر 2 نمبر 2 بتحكي many famous buildings in Turkey designed by the great architect in Sinan. طيب the many famous buildings in Turkey العديد من المباني المشهورة في تركيا. أنا هون أنا مش بحكي عن تركيا ولا العديد من المباني المشهورة، لا أنا بحكي على many famous buildings. أنا بحكي عن العديد عن المباني المشهورة. طب شو بدها تأخذ was ولا where؟ بدها تأخذ where. صارت many famous buildings in Turkey were designed. شو التصريف الثالث من design اللي هي designed اللي هو regular verb. صارت many famous buildings in Turkey were designed by the great architect in Sinan في منطقة Sinan. Number 3 the wheel هو العجل الواحد. ايش بده ياخذ was ولا were؟ هي صارت was. طب invent شو التصريف الثالث من invent؟ هي regular verb تصير invented. Invented صار the wheel was invented thousands of years ago قبل آلاف السنين. Number 4 the Monalisa. Monalisa هي واحدة، هي صورة واحدة، بنحكي عن تحفة واحدة. بتاخد was ولا where؟ بدها تاخد was.
موناليزا حكينا واحدة تتاخد باص paint، شو التصريف الثالث منها اللي هي painted. By the Leonardo da Vinci، هي رسمت من خلال مين؟ Leonardo da Vinci. Number 5 Petra construct pineapples. Petra هي اسم واحد مفرد، شو بدها تاخذ؟ بدها تاخذ was. Construct شو بدها تصير؟ constructed. صارت Petra was constructed by the Nabateans. إذن بعد مكان السلاش بدي أحط was أو where، يعني مكان الشحطة بدي أحط was أو where وأمسك الفعل بعدها أحوله للتصريف الثالث. Number 6 The first telephone call make in 1876 CE. طب the first telephone call، أنا بحكي عن ال first telephone call، هي singular مفرد، شو بدي تأخذ؟ بدي تأخذ was. make شو التصريف الثالث من make؟ made. مع التصريف الثاني كمان منها made، اللي هي make made made. صارت the first telephone call was made in كم؟ in 1876 CE. إذا ما كان الشحطة بدي أحط ya was أو where وبعديها الفعل أحط التصريف الثالث. الهومورك الواجب البيتي لإلك اللي هو بنفس الصفحة، صفحة 53، السؤال الثاني كامل، يعني question number 2 كامل. هو ايش بده؟ بدك تطلع على قبل الفراغ مباشرة، إذا singular بدك تحط was، تحول الفعل بين الأقواس إلى التصريف الثالث، وإذا plural جمع بدك تحط where وتمسك الفعل تحوله للتصريف الثالث. إذا عندك الواجب البيتي اللي هو السؤال الثاني كامل، اوكي، بنفس الصفحة، صفحة 53 بالورك بوك، بالكتاب الغير ملون. كمان السؤال الثالث اللي حليناه قبل شوي بدي منه اللي هو جملة 7 + 8 تحل لي اياها. اذا عندك واجبين في صفحة 53، السؤال الثاني كامل والسؤال الثالث بس هي جملة 7 و8. Thank you for your listening. Your teacher Islam.